نقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم. الروح الخضراء رفقة تعز الدين صالحة. أهلا بكم في الروح الخضراء. في حلقة اليوم غادي نمشيو للقنيطرة ونتعرفوا على تعاونية متخصصة في الأكل الصحي، فكرة النساء خلقوا مصدر رزق بطريقة مبدعة. وفقرة فكرة خضراء غادي نتكلموا اليوم على فكرة المساجد الخضراء. في الختام نصيحة الأسبوع مع ضيفة حلقة اليوم. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه الحلقة اللي غادي تكون بدايتها من القنيطرة وتعاونية مبدعة خلقات من الأكل الصحي مصدر رزق لعدد من النساء والرجال بالمنطقة، واللي غادي تقربنا من هذا الموضوع رئيسة تعاونية هيلثي فود زينب حسني. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. زينب حسني، مرحبا بك معنا عبر أصوات. قربنا من مشروعكم، كيف جاتكم الفكرة؟ الله يبارك فيك سيدي، مرحبا، لي شرف نكون حاضرة معكم في هذا البرنامج الجميل. نبدأ كيفاش جات الفكرة. احنا في الأول قبل ما نديروا واحد تعاونية كانت عندنا أسوسياسيون، جمعية كتشتغل في ديال عندنا واحد الخلية ديال النساء المعنفات، ومن هذه الخلية انبثقت هاد التعاونية هذه. دونك حنايا كجمعية كنخدموا على التمكين الاقتصادي ديال النساء المعنفات. دونك اختارينا واحد الفئة اللي باغا تخدم وباغا تخرج من هذيك القوقعة اللي عايشة فيها، وبينات على الرغبة ديالها انها باغا تشتغل وباغا تكون يعني دير كلمتها وسط المجتمع ديالنا حنايا اللي وتفرض راسها ويكون عندها واحد الدخل مادي ديالها قار. قلنا لما لا انهم يكونوهم داخل الجمعية ونأطروهم ونمشيو في التعاونية ويكون عندهم واحد المصدر ديال الرزق. جلسنا تنذكروا وبحكم التخصص ديالي أن الهيلثي فود للأكل الصحي، لكن ما كيعرف اللي أصبح قص واجب علينا حنايا كاملين ننتوجه في هذا الاتجاه هذا ديال الأكل الصحي. دونك درت لهم واحد التكوين وواحد التأطير للمدة ديالو سنة داخل الجمعية، حتى تبارك الله ما شاء الله عليهم تمكنوا مزيان من الاختصاص ودرنا الكرياسيون ديال التعاونية هذه. كيفاش جات الفكرة؟ انطلقتوا من هذه الفكرة هذه، من هذه الضرورة كيف ما كتقول مجتمعية باش تكونوا هالتعاونية. ولكن البناء ديال التعاونية كيف ما كنشوفوا مع عدد من النساء والرجال اللي كيكونوا ضيوفنا دائما ماشي سهل، يعني كتكون فكرة خاص تمويل، خاص عدد من الأشياء. انتم قررتوا تخصوا في هذا المجال بالضبط اللي هو أكل صحي ومصدره أيضا من الطبيعة، واش لقى قبول عند عدد من المستهلكين؟ لا الحمد لله، هي كبدايات دائما كتكون شوية صعيب، غير هو لافونتاج حنا اللي عندنا كتعاونية أن الفكرة ديالنا ما كيناش في المغرب عامة، ومش غير في مدينة القنيطرة خاصة، يعني فكرة جديدة حيت الناس عاد بداو كتفهموا الأهمية ديال الأكل ديالهم اللي خاص يأكلوه باش يحافظوا على الصحة ديالهم، حيث كما كنشوفوا حنايا حاليا دابا يعني ولاو المواد الكيماوية الجاو، يعني ولاو على الأقل واحد الجانب يتهناو منه ديال الماكلة، كيحاولوا أنهم يتوجهوا للأكل الصحي ما أمكن. دونك احنا الحمد لله بدينا تعطرنا شوية في الأول، وبالنسبة للتموين يعني صراحة ما كانش واحد تموين ولا هذا، يعني كان مجهودات خاصة ديالنا ووقفت معنا صراحة المكتب ديال التعاون لوديكو، وقف معنا ووجهنا وساندنا وعاوننا، وكنا أيضا التعاونية ديالنا العام اللي فايت الحمد لله كنت توجد بالجائزة الوطنية ديال لالا المتعاونة، للشرف لنا أنني صراحة أننا نتوجوا بهذاك الجائزة. هذا كيعني أن مجهود جبار اللي قامت به المجموعة كاملة الحمد لله، وقدينا أننا نوصلوا كما تقولوا الصوت ديالنا ومجهودات ديالنا ما ضاعتش الحمد لله. سؤال آخر هذه المرة كيتعلق يعني الروح الخضراء، اسم البرنامج، هذا الروح الخضراء حاولتوا أنتم تطبقوها من خلال الأكل ديالكم، اختيار الأصل نباتي متميز أو أصل حيواني متميز يعني كيحترم البيئة، هذا الهم هذا حاضر عندكم ولا لا؟ يعني احنا حتى في
الطريق ديال بالنسبه اللي كنحاولوا نتوجهوا للخضروات البيولوجيه اللي من اصل بيولوجي بيو، وفي نفس الوقت ملي كنجيبوهم حنا يعني بدون مواد بدون ما فيهم لا مبيدات لا حتى شي حاجه طبيعيه 100%، ومن تنجيبوهم ايضا هذيك الخضره كنحاول اننا نزيدوها نعطيوها نزيدوها واحد القيمه مضافه اللي في الطريقه ديال الاعداد ديالها. دونك كنديروا حنايا واحد شنقول لك حتى الطريقه ديال التعامل معنا ديالنا مع الخضره ولا لي روبا اون جينيرال يعني تيكون صحي. يعني بحال مثلا نعطيك مثلا غير مثال، ما كنحاولوا نستعملوا غير الزيت البلديه مثلا، ما كنستعملوش زيوت زيت نباتيه، كنستعملوا لوفوغ، ما كنديروش فوالا، وكيحترم البيئه 100%. شحال بيكون اليوم ديال النساء اللي كتستافدوا من هذا التعامل؟ 15 سيده مرأة. 15. اليوم كتشوفوا المستقبل بعين اخرى، البدايه بطبيعه الحال ماشي هذه كبرت تعاونيه قدرت انها تفوز حتى بجوائز وطنيه، اليوم فين كتشوفوا هذه التعاونيه، فين تقدر تمشي ان شاء الله؟ صراحه ما كرهتش نتوجوا بجوائز اخرى وطنيه ولما لا تكون عالميه، ونكون قدينا اننا هذوك النساء اللي ضحايا العنف قدوا انهم يديروا تمكين الاقتصادي ديالهم هما، وقدوا انهم يخرجوا ويواجهوا الحياه ويخرجوا لسوق الشغل، هذا هو همنا الشاغل. نعم، قبل ما نمشي لفقرة فكرة خضراء، سؤال ديال التمويل اللي كنطرحوه على جميع يعني المتعاونين واصحاب التعاونيات، انتم كيفاش حليتوا هذه المعضلة هذه اللي عند اغلب التعاونيات؟ لجأتوا للابناك مثلا ام انكم لقيتوا طرق اخرى لتمويل هذه التعاونية؟ صراحة كما سبق لي وقلت لك في البداية ديال الحلقة ان كان تمويل ذاتي، يعني احنا بعضياتنا راك عارف تعاونيه درنا لاباغ ديالنا وتعاوننا كافحنا كبرنا كاملين سولت وهذا، ولكن خفنا عندنا دائما هذاك التخوف، واش نقدر نسدد هذوك الاقساط، واش ما غاديش نقدر، واش هذا دائما كيبقى هذاك التخوف قدام عيني. دونك كتقول اللهم نمشي درجه بدرجه، ولا ندير مثلا 4 درجات نحاول نقزهم ونستقى نضيع كل شيء. هذه الفكره ديالنا ممكن تكون خاطئه ممكن تكون صحيحه يعني، ولكن هذا الفكره ديالنا. زينب حسني نذكر من جد رئيسه تعاونيه هيلثي فود حاضره معنا دائما في هذه الحلقه، هذه غادي نطلب منك تبقى معنا، نرجع لك فقره نصيحه الاسبوع بعد فقره فكره خضراء. الروح الخضراء افكار ونصائح باش كل خطوات تحقق. اما الان فوصلنا لفقره فكره خضراء، وفيها غادي نتكلموا على المساجد الخضراء. المساجد ماشي غير مكان فقط للتعبد، بل تقدر تمثل أيضا نقطة انطلاق في العالم لتبني حلول مستدامة في المستقبل بشكل خالي تماما من استخدام طاقات مضرة للبيئة. عدد من المنظمات المغربية كتشغل لاستغلال طاقات بديلة في المغرب داخل المساجد، وبما أن المغرب حتى العام 2030 كيخطط لإنتاج 52% من احتياجاته الطاقية الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وخاصة من طاقة الشمسية جنوب البلاد وهي الأكبر في العالم. الطموح البيئي كيشمل أيضا آلاف المساجد في البلد، والمساجد الخضراء كتشكل جزء من المشاريع البيئية المغربية القائمة على استخدام طاقات المتجددة، وغادي يتم تعليق لوحات على تلك المساجد الخضراء للإشارة إلى حجم الطاقة اللي كتنتجها المساجد. وكانت وزارة الطاقة والمعادن قامت بإنشاء المشروع اللي غادي يخفض من تكاليف الماء والكهرباء كما هو الشأن بالنسبة لمسجد سنة في الرباط. وهذه المقارنة كتظهر أهمية ما يمكن توفيره من طاقة عن طريق الطاقات المتجددة حسب الخبراء في هذا المجال. الروح الخضراء، الفكرة من عندك ونصيحة والمك. أما الآن فوصلنا نصيحة الأسبوع عند ضيفة حلقة اليوم رئيسة تعاونية التفوت زينب حسني، نصيحة لعدد من المستمعين والمستمعات اللي يبغوا يستفدوا من تجربتكم، ما هي نصيحتك اليوم سيدة حسني؟ مرحبا. النصيحة الأولى اللي غادي نعطيها واللي دائما كنقولها أن الصبر مهم، وكتواجهنا عراقيل خاص تكون حافز بأنك باش تكمل الطريق ديالك وما تعياش. الحياة هي عبارة عن مطبات، يعني طالع هابط، خاصك تكوني قوية
لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة لأي مشروع كيف ما بغي يكون سواء النساء أو الرجال، خاص كل واحد يواجه الحياة ديالو ويكون عنده الصبر، وأكيد غادي يوصل. يعني الصبر ثم الصبر ثم الصبر. من ناحية تقنية خاص تكوينات، خاص الناس هذو أشنو خاصهم يديروا مثلا؟ يتحركوا يجريوا يديروا الوراق يديروا تكوينات، شنو خاصهم يديروا؟ بالنسبة للتكوينات الحمد لله حنا بالنسبة للتعاونيات المكتب ديال التعاون الوطني قايم باللازم، يعني الحمد لله تقريبا ولو في الفترة ديال كورونا كانت درنا الحمد لله تكوينات عن بعد، يعني تكوينات لا بالنسبة لي لا بالنسبة للمتعاونات اللي معنا، ما حبسناش من التكوين. يعني تكوين مور تكوين، كل تكوين عنده اختصاص ديالو وكيهم، لا بالنسبة للتسيير ديالك، لا بالنسبة للتسويق، لا بالنسبة للرؤية كيفاش غادي تشوف المستقبل. يعني إلا ما كانش تكوين راه ما كاين حتى شي حاجة. يعني تكوين من أولى الأولويات اللي صراحة اللي ما خصناش نهضروا عليها، هذا أمر عادي وبديهي. يعني راه التكوين راه حاجة واجبة إلا بغيتي الواحد يوصل. شكرا لك حسني زينب رئيسة تعاونية هيلتي فود، كنتي ضيفتنا في هذه الحلقة من الروح الخضراء. شكرا لك. شكرا تبارك الله عليك. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم، موعدنا كيجدد الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. الروح الخضراء رفقة عز الدين صالحة. قدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.